وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر. فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا، فقالا لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ لقد أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: إن كنت قد حملته قل لي أين وضعته فأنا آتي وآخذه. يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني. الذي تفسيره: يا معلم. لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم.